مساء الخير اعزائي المشاهدين في كل مكان، برحب بحضراتكم في حلقه جديده من سيره الحبايب. كل سنه وحضراتكم بألف خير. مساء الفل والياسمين يا جهاد. مساء النور يا عمرو عليك وعلى كل مشاهدينا الكرام، اهلا بيكم في سيره الحبايب ورمضان كريم عليكم. عبر سنين طويله فتح التاريخ ابوابه لاسماء كتيره في عالم الساحره المستديره، ومع الوقت بقوا اساطير محفوره في القلوب. وضفنا النهارده واحد من رموز كره القدم مش بس في مصر ولكن في الوطن العربي. الملعب كان مسرحه اللي من خلاله قدم نفسه للجماهير بشكل مختلف، ولسنين طويله فضل رمانه ميزان واضحه في قلب نص الملعب سواء في الاهلي او في منتخب مصر. الغريب انه كان من ضمن نجوم قليلين جدا فضلت اساميهم محفوره في ذاكره الكره المصريه، رغم انه لا كان صانع العاب ولا كان من ضمن مهاجمي النادي الاهلي اللي حاجزين مكانهم في كتاب التاريخ. كان نص ملعب مدافع، لكن ما كانش نص ملعب عادي، كان قسطه بمعنى الكلمه، وياما صنع جوال وياما حقق جوال، بس مش اي جوال، كفايه جوله في كاس العالم 90 اللي فضل يذل بيه كلنا، ذلنا وذل جمهور المصري بيه لمده 28 سنه. انتوا كمان القدر الذي جعله واحدا من أهم الأهداف في تاريخ الكرة المصرية، كان هدف مجدي عبد الغني في هولندا ظالما له ولمسيرته. فقد اختصر البعض من الأجيال الجديدة تاريخ مجدي عبد الغني الكروي في هذا الهدف وما تعلق به، لكن العارفين والمعاصرين لفترة وجود مجدي عبد الغني في الملاعب يدركون تماما أنه أحد أساتذة منتصف الملعب في الأهلي والمنتخب المصري. ومثلما كان لاعبا استحق لقب البلدوزر، كان كذلك بعد اعتزاله اللعب مثيرا للجدل. مجدي عبد الغني يفتح صندوق ذكرياته في هذه الحلقة من سيرة الحبايب. كابتن مجدي عبد الغني، برحب بحضرتك وكل سنه وانت طيب. وطبعا كابتن مجدي جاي ومعاه امورته الصغيره مريم. كل سنه وانت طيبه يا مريم. انت طيب، منورينا في ست الحبايب. طيب يا عمرو، كل سنه طيبين ورمضان كريم عليكم. رمضان كريم عليكم، منورينا ومبسوطين بيكم جدا جدا النهارده. ربنا يخليك. ايه رايك يا جهان نبدا كده بدايه غير تقليديه مع الكابتن مجدي؟ بدايه جديده خالص. لازم النهارده نساله اسئله جديده ما اتسالتش قبل كده. ابدا اسئله ما اتسالتش لانه في اسئله يعني ايه خلاص استهلكت، والناس كلها عارفه الاجابات بتاعتها، فاحنا عايزين نبتدي بدايه مختلفه تماما. السؤال اللي ما اتسالش قبل كده يعني مثلا انا يعني طول عمري بحاول كده اخمن، يا ترى كابتن مجدي عبد الغني في كاس العالم ساعه لما كان داخل يشوط ضربه الجزاء كان بيشعر بايه؟ ده السؤال ده ما اتسالش قبل كده. ما حدش ساله خالص. من سنه 90 لحد النهارده نكشف للناس المفاجاه دي. من سنه 90 لحد النهارده ما اتسالتش. 29 سنه. والله. لا بص، شورت له ازاي وقفت ازاي؟ هو انا عايز اقول حاجه، هو طبعا محمد صلاح جاب جونين الكاس العالم اللي فات. بس يعني لازم قفزت كده 28 سنه. الفرق بين الجونين اللي جابه محمد صلاح والجون اللي انا جبته. عشان برضه كم جونين كم جونين وده جون. لا الجونين اللي جابهم للاسف ما جابولناش ولا نقطه يا راجل. والله الجون اللي جبته اتعادلنا بيه مع هولندا. جبت لنا النقطه انت وجبت لكم نقطه. لا النقطة يعني جاب النقطة. لا ما يوصلش ان انا هحطهم. لا ويا مصر طب لو كنت ضيعتها كان زماني متعلق في ميدان التحرير دلوقتي. دلوقتي بقيت مش صاحب هدف مصر الوحيد، بقيت صاحب نقطة مصر الوحيدة في كأس العالم. بقى معايا للأسف شريك بارتنر. مش أي شريك. لا شريك. خلونا نشوف الكليب ده ونرجع لكابتن مجدي بعد المفاجأة اللي عملها لنا. إيه؟ اوعى المؤتمر الاقتصادي ينسيك الجون بتاعي في كاس العالم. قول تاني كده. اوعى المهرجان النهارده ينسيك الجون. مين الوحيد اللي جبت جون في كاس العالم؟ ايه اوعى الجايزه تنسيك الجون بتاعي في كاس العالم. قول تاني كده. اي حدث بقى اوعى انتخابات تنسيك، اوعى مش عارف ايه ينسيك. مين اوعوا حلقه النهارده تنسيكوا جوني في كاس العالم. ده بيضرب بيضرب التلفزيون. بيضرب مين بس؟ مش ما كنتش انا السبب، وانا اللي ما كنتش بودي مصر 28 سنه ما راحتش كاس عالم. مش انا السبب بقى. بس انا عايز اقول لك الحاجه وهقول لك يا شهاب.
انا طبعا ساعه القرعه بتاعت كاس العالم السنه اللي فاتت كان ليا الشرف ان انا سافرت مع الكابتن مجدي، كنا مع بعض كده في نفس الطياره وحسن الحظ في نفس الكرسي يا مريم، ويعني كابتن مجدي، وكنا ترانزيت فاكر، دي هي رحنا عن طريق اسطنبول وبعدين كملنا على موسكو عشان ما كانش في طيران مباشر داير. وفي الرجوع برضو نفس الحكايه مظبوط، انا الذل اللي شفته ما حدش شافه. ليه عمل كام ساعه بقى هو الناس يعني حوالي 9 ساعات رايح 9 ساعات جايه، الناس كلها بتتهافت. ما انا قبل اي كاس عالم الناس كلها بيبقى عندها امل ان تيجي ان احنا نروح الاول يجي جول، بس عشان يجي جول بالظبط، فاصلا ما كناش بنتاهل. فطبعا المره دي اتاهلنا فموضوع مختلف. فطبعا الناس بقى ايه متشوقه ان يجي جول، وانا اتراهنت مع محمد صلاح، قلت له محمد صلاح اللي هيجيب 3 اجوان. بس هو ما نفذش الرهان على فكره والله، يعني والله كنتوا يعني مترهنين على ايه؟ مترهنين على ساعه. على ساعه؟ قلت له محمد صلاح ايه؟ قال لي ساعه رولكس. يعني هي بالنسبه له ساعه رولكس دي ده المرتب يوم، يعني المفروض هتقر عليه واحد في رمضان. الله يبارك له. لا ده هو بيعمل بسم الله ما شاء الله خير كتير يعني. لا محمد صحيح يا عم، بسم الله ما شاء الله. لا وما نفذش الرهان، ما نفذش. قال لي هجيب 3 اجوان، جاب جونين والتالت ما جاش، فكسبت المفروض الرهان. المفروض يا يا مو يا كابتن، غير نمر التليفونه كمان كمان عشان ما اعرفش اجيب الساعة. طبعا تلاقيك حريت وتليفونه خلاص بعد الحلقه هيبعت. هو محمد تليفونه مش للكلام، تبعت له واتساب او تبعت له اي حاجه غير كده، ما مش جايب تليفون. والله يكلم احسن يعني بقى. ربنا يزيدنا ويزيده. كابتن مجدي بيقولوا انه كسبت من الموضوع بتاع الجون ده اكتر ما مصر نفسها كسبت من الموضوع. انا ربنا كرمني اخر كرم برامج وتمثيل وحاجات كتير. انا عملت كل حاجه، مسلسلات شغال، اعلانات شغال، اي حاجه. فيعني برامج زي ما انت شايفه كده في الكليب. بسم الله ما شاء الله. اللهم لا حسد، اللهم لا حسد. طب كابتن مجدي احنا بس عايزين نقول لك يعني برنامجنا النهارده فيه حاجات متنوعه. خلينا الاول نرحب بساره، ساره فنانتنا التشكيليه اللي هترسمك وترسم مريم. اهلا وسهلا. اهلا بيك. بال 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 ثانيه يا ساره، بس اسالك سؤال بس يعني. انت داخله كده انت توعي على الجون بتاع كابتن مجدي؟ ولو ما توعاش لازم تعرفه يعني. ده معروف جدا، ده لازم يكون وقت حيد. شفتيه كم مره؟ لا على طول بشوفه يعني، حتى بكلام شوف كابتن مجدي وشوف الجول بتاعه. لسه شايفاه دلوقتي في البرنامج. اذا كان انت لسه عارضه دلوقتي. علاقتك ايه بالقهوه يا كابتن مجدي؟ انا بحب القهوه جدا. جميل. بحب القهوه. انا كنت بحب القهوه التركي وبعد كده دلوقتي احب القهوه الاكسبريسو. حلو. طيب احنا هنعمل لك بورتريه على السبرتايه. والله حاجه جديده كده. طيب شد حيلك. حاجه مميزه. حاجه مميزه. مظبوط. شكرا يا ساره. حاجه بمزاج. ايوه بمزاج. احنا مش بس عندنا ساره، معانا فقره مميزه بيعشقها عمرو. فقره شيف جلال. شيف جلال مساء الفل. مساء الفل عليك يا جيهان، ومساء الفل على الكابتن مجدي عبد الغني واستاذ عمرو الدكتور. اهلا بيك. خد بالك انا خاسس ومش عايز اتخن. النهارده الحلقه مخصوص مريم مجدي، ما مسكتش عليها. اهلا بيك. ازيك يا مريم؟ اهلا بيك. النهارده هنعمل اكل مميز جدا للكابتن. طبعا يا رب بس ما يكونش بعيد عن الدايت اللي هو عامله. هو ده عمره ما عمل دايت اصلا. عمره ما عمل دايت. لا والله بحاول هو بقى له 28 سنه بيحاول. انا الحمد لله انا بحمد ربنا ان انا اتاهلت، مش لكاس العالم، اتاهلت ان انا اكل كابتن مجدي عبد الغني. حبيبي والله بجد. طب هتاكله ايه؟ طيب ما تقول لنا انت. في كباب حله. تمام. مع الخرشوف. وفي عامل جلاش باللحمه المفرومه، وعاملين صينيه بطاطس حلوه قوي هتعجبك. وعرق بيف روستو معمول مع صوص المشروم. والمفاجاه بقى عاملين كنافه حلوه قوي بالجبنه العكاوي. الله. جبنه ايه؟ جبنه عكاوي. جبنه حلوه. جبنه ايه؟ عكاوي. عكاوي جهان عشان مغربيه عارفاها. دي ايه العكاوي دي؟ جبنه في جبنه بتتعمل بالعكاوي يا شيف؟ لا مش بالعكاوي، هي اسمها عكاوي. مش عارفاها بجبنه عكاوي. افتكرت جبنه وجواها عكاوي. لا هي نوع انا مش عارفاها، بس هندقها سوري. طيب هندقها جبنه سوري. خلاص يا جلال هنجي لك في كل الاحوال يعني. هنروح فين؟ هنروح فين؟ لا مش سعيده وانا في انتظار. لا معاك ماشي. طب يا كابتن مجدي يعني خلينا نتكلم كده انه المسيره بتاعت حضرتك يعني مسيره حافله بسم الله ما شاء الله. الحمد لله. في الكوره، في النشاط بتاع الاتحاد
الافريقي والاتحاد الدولي، وبسم الله ما شاء الله يعني بتسافر كتير، وسافر تنزانيا، ويعني في كل سفريه بسم الله ما شاء الله على قلبك قد كده. ويعني يعني مثلا انا ما بحسدش على فكره، أنا عارف. لا انا بحقد، انا عارف انا عارف العين الزرقاء دي ما بتحسدش خالص، معروفه صح يا مريم؟ لا خالص. يعني كابتن مجدي شاف نفسه في ده كله فين؟ لا بص بص يا عمرو، انت يعني اول مره انت يعني شوف، احنا قعدنا مع بعض في الرحلتين وال وما قلتليش انك كنت دكتور. صيدلي مش دكتور، صيدلي. اول مره اعرف انك دكتور. دي حاجه. انت المفروض بتدور على كارير بتحبه او بتستمر. انا بحب كره القدم. اللي بيلعب كوره بيعشق الكوره، ما بي يعني بيبقى صعب عليه ان هو يبقى في حاجه تانية بعيدا عن الكوره. جربت ان انا اشتغل، والدي تاجر صاحب مصانع طوب، اتوفى سنه 84. كنت بلعب كوره، بعد ما لعبت كوره كنت متخيل ان انا ممكن اكمل مع اخواتي في المجال وبتاع. حصل طبعا شويه تغيرات في السوق وتقلبات، والطوب الاحمر بدأ يندثر، فبالتالي اشتغلت شوية في البزنس، لكن رجعت تاني للكورة. رجعت للكورة كمقدم برامج. انا بقدم برامج يمكن من اول برنامج قدمته في حياتي كان في ART، كانت لسه يا دوب ART طالعة وكانت عاملة شبكة، فعملت برنامج فاني كده، وكنت بستضيف فيه مجموعة من الممثلين، كان من ضمنهم محمد هنيدي وعلاء ولي الدين الله يرحمه، ومجموعة كبيرة جدا من الممثلين اللي بقوا نجوم دلوقتي. وبعدين دخلت التلفزيون المصري، قدمت برنامج من فكرة حياتي في البرتغال. أنا في البرتغال كنت بتفرج على برنامج بيجي كل يوم حد كان اسمه دومينجو ديشبورتيفو، الاحد الرياضي. البرنامج ده كان بيلم كل الاجوال بتاعه الدوري ويعرضها في توقيت الليل، وكان كل البرتغاليين يقعدوا يتفرجوا عشان يعرفوا النتائج في الدوري البرتغالي اللي حصل فيها ايه. فانا رحت التلفزيون المصري وقابلت الاستاذه العظيمه سناء منصور. في الحقيقه حاجه يعني الست دي من اروع الشخصيات اللي انا اتعاملت معاها، استاذتنا الكبيره ربنا يديها الصحه في الحقيقه، وهي اللي بدات ودتني الوقت ووافقت لي على البرنامج، برغم طبعا كان العائد المادي في التلفزيون ما هوش كبير، لكن ال 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 انت كل حاجه فلوس، كل حاجه فلوس. لا لا انا بقول لك ان انا بضحي اهو، ما انا بقول لك العائد المادي كان كبير. بيحكي لك دلوقتي عن تضحياته يعني. واشتغلت يا عم اسكتي، انا اصلا ما صدقت ما لقيتش. اسكتي. طب انا بذمتك دي يا مريم طبعا تضحيات، طبعا تضحيات. يا عم اشتغلت في التلفزيون المصري معناها ان انا ما بدورش على الفلوس. بس عايز اقول لك حاجه، انا في يوم اللي فرحني بقى جدا ان انا كنت مره في لندن وماشي في الشارع في إجوال رود، وبعدين بصيت لقيت واحد بيقول لي الله، هو انت مش تقدم البرنامج النهارده؟ كنت بقدمه كل يوم جمعه. فحسيت ان البرنامج متشاف يعني. السعاده بقى بتاعتي ان البرنامج بقى الناس المصريين مستنيينه، لانه كنت بجمع كل النتائج في اليوم ده، يعني نسخه من البرنامج البرتغالي، من النسخه من برنامج البرتغالي. حلو. بعد كده بقى دخلت في في في, في الاعلام في قناه مودرن مع الدكتور وليد دعبس. في الحقيقه من الشخصيات برضو المحترمه جدا اللي انا ساعدت بيها. ما رضيتش ابقى مدرب ليه؟ لان انا ما بحبش النفاق، وما بحبش ان انا عشان تبقى مدرب في اي حته لازم حد يتبناك، ولازم تطبطب بقى وتخش على النادي وتسلم على ده وتروح للكابتن ده وتقول له معلش يعني كل المدربين بيعملوا كده؟ فيهم بيبداوا بكده، معظم بيبدا بكده، والباقي بيشق طريقه. دلوقتي الوضع اختلف. ايامنا ما انت عشان يعني انا شخصيا واحد من الناس عمري في حياتي ما مسكت منصب في النادي الاهلي، بالرغم ان انا عضو اتحاد كوره، مسكت يعني على طول بقيت مسؤول عن الكوره في مصر، او احد المسؤولين عن الكوره في مصر من خلال نجاحي في انتخابات اتحاد الكوره.
قعدت دورتين وبعد كده خرجت دوره وبعد كده دخلت تاني. اخدت رئاسه اللاعبين المحترفين في مصر من 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 2002 من اول ما انشئت سنه 2002. اخدت الرئاسه في 2005 و2006. من ساعتها انا الحمد لله لحد دلوقتي رئيس الجمعيه. يعني عايز اقول لك ان مجال الكوره صعب جدا انك تسيبه، لانك احنا بنحب الكوره جدا. صحيح. فما تقدرش، صعب جدا انك انت بالرغم ان ولا واحد من ولادي بقى يعني طلع، ما فيش غير يوسف. يوسف بيلعب في لندن باين. يوسف بيلعب في الجامعه وبعد كده في سنه اخدها مع جامعه في اسبانيا كانت عامله بروتوكول او تبادل بينها وبين جامعه انجلترا. راح لعب في اسبانيا السنه دي سنه، رحت اتفرجت عليه، كنت اول مره اتفرج عليه لقيته لعيب مش بطال يعني، ابن الوز عوام يعني. يعني لقيته كويس يعني، يمكن احسن مني شويه. لا في حد احسن منك شويه يعني. ناس كتير فعلا كانت بتكلمه وكلمنا يقولوا بيلعب كويس قوي، وانت ليه مش بتعمل حاجه يعني؟ انا عمري ما توصلت. هو عمره هو ضد كده، لان انا يعني انا بقول ان الكوره مش محتاجه واسطه. الواسطه لا طبعا مش محتاجه واسطه. اللي هو اللعيب كويس بيفرض نفسه، بس هو للاسف انت المفروض بيتقدم يعني. هو بقى انت تقدمه وتسيبه. هو لو ثبت نفسه اوكي، بالظبط كده نفسه. هو ده المفروض. وديته في الحقيقه دمياط يعني. الجمهور كان الجمهور هناك كان يعني والله معجب بيه جدا. الفرق اللي كان بيلعبها جم قالوا لي في فرق كتيره حابه ان هو حابه ان هو ينتقل اليها. طب حلو. الحمد لله يعني. حلو. عايزه ارجع اقول حاجه على موضوع مجال الكوره ده. لان هو مجال متعب قوي قوي قوي، وهو فعلا عنده باشن للموضوع بطريقه، رغم ان هو بيتعبه هو نفسيا. هو نفسه بيبقى تعبان. تكلمي على يوسف ولا على كابتن مجدي؟ لا طبعا انا كابتن. تكلم على يوسف بس. بابا. لا افتكرتك يعني بتكلمي عن اخوكي وكده. هو البرنامج بتاعك ده مش اسمه ايه؟ سيره الحبايب. سيره الحبايب. انا جايب حبيبه الحبايب. يوسف لسه يعني، يوسف لسه ما تعب لسه طبعا بيتعب وكده، بس لسه في الاول خالص يعني. بس لا بوبي كمان، لان بقاله كتير في الموضوع، فعلا عنده مشكله ان هو صريح بزياده. بزياده. كل شويه صراحته دي تيجي على دماغنا. هنعمل ايه يا عم؟ تيجي على دماغنا كلنا. بس انا بالنسبه لي والله انا بشوفها حاجه كويسه قوي يعني. رغم ان في ناس كتير بتتضايق منها، بس انا كبابايا يعني انا ما بقولوش مثلا بابا خليك دبلوماسي شويه. ساعات طبعا بقول له كده، بس انا احب ان انا ان هو يقول اللي هو شايفه صح ويقول الصح، حتى لو الناس مش هتشوف كل حاجه يعني. الناس دايما بتبقى شايفه حاجه معينه، مش بتبقى شايفه ورا الموضوع بيبقى فيه ايه. عمرو لازم يبقى لك موقف. بني ادم لازم يبقى له موقف. اللي بيمسك العصايه من النص ده ما بيكملش. ده من وجهه نظري يعني. وفي نفس ماشي بيكملوا، بس بيكملوا بيبقوا متسلقين على حد تاني، على حاجه تانيه. انما انا شايف ان الانسان صاحب القرار هو ده اللي ربنا بيكرمه، وخاصه لما يبقى ما عندوش اغراض. انا الحمد لله يعني ما عنديش يعني. انا في مره مثلا ما كنتش بلعب زمان، فرحت لبابايا الله يرحمه وعيطت وانا صغير. قلت له يا بابا انا بتمرن وما بلعبونيش. فرد عليا قال لي وانت محتاج الكوره؟ قلت له لا. قال لي طب خلاص انت تمارس رياضه وبتلعب رياضه. فالرياضه حلوه في حد ذاتها، لان والدي كان مصاب بالروماتويد، فكان حس قد ايه بقيمه الرياضه والبني ادم اللي بيجري والكلام ده. ف من الكلمه دي لحد دلوقتي مش قادر انساها. وانا بذلت مش بالضروره يبقى في مكسب من ورا الموضوع، انت بتحبه بالزبط. فانت مكمل فيه. بالزبط. في مكسب او مفيش سواء يعني الموضوع بالنسبه لنا زمان كان الهوايه اكتر. مفيش حاجه اسمها انا بلعب في الاهلي. طب انا لما رجعت من البرتغال كان عندي فرصه اروح العب في الزمالك، ما رضيتش اروح العب في الزمالك لان انا اهلاوي وبعشق النادي الاهلي. طب انا اروح العب في الزمالك الناس تقول عليا ايه؟ للاسف في ناس عملتها، مع انك انت يعني كنت من اوائل المحترفين يعني. شوف يعني انا احترفت احترف بره، بس ما انت عارف انا لما رجعت مصر لعبت فين؟ لعبت في المريخ، نادي ما حدش يعرفه. بورسعيدي. يعني نادي ملوش جمهور عشان بس انا اكيف نفسي كوره. وبعد كده لعبت في المقاولين العرب، نادي ملوش جمهور، جمهور يعني يا دوب شويه قليلين. انت واخد بالك الناس الموظفين في الشركه.
ما دورتش بالرغم ان نادي الزمالك كان ممكن لو رحت كان هيرحب. ما رضيتش خالص. مجدي فيها ايه؟ يعني انت بتحب الكوره جدا جدا جدا، مش هو في عالم الاحتراف مش مفيهاش حاجه. ده شيء احترافي يعني. انا معاكي بس هو عنده احنا هنا من اللي على الزمالك. لا ما في هنا حد زملكاوي. احنا جيلنا جيل انتماء بعيدا عن احنا. انا ما بكرهش نادي الزمالك، بالعكس انا ليا اصحاب كتير جدا في نادي والله ليا اصحاب كتير. انا كابتن انا الله يرحمه احسن اليه من اعز اصدقائي كابتن ابراهيم يوسف طبعا الله يرحمه طبعا، اسماعيل يوسف صاحبي جدا، حازم امام دلوقتي معانا في اتحاد الكوره، شخصيه رائعه جدا وانسان محترم جدا، مرتضى منصور نفسه يعني بالرغم ان هو ملوش صاحب الا ان انا صاحبه برضه بعتبر نفسي. ميدو صاحبي جدا، ميدو من ايام ما كان بيلعب في انجلترا. كنت بروح ازوره في انجلترا. كنت بتروحوا تشيشوا على قهوه واحده انت؟ انا كنت بشايش وهو بيشايش وهو بيلعب. انا كنت بشايش. انا كنت بشايش وانا بطلت. بعت انت سيبنا من موضوع صريح عامر كده. عامر انت كنت هتشجع الناس على شيء يا عامر؟ لا ما هو ده. لا انا ما بقولش. لا محدش يشايش بس ما بأرجوك هو هتشايش. يقال اللي بيشايش بيبطل. يقال فين جوار رود؟ فين جوار رود؟ في حته جنب ورا الشارع اللي ورا جوار رود. عارفها. مريم انا عايزه اعرف بيقولوا لك ايه صحابك وصحباتك وزملائك في الجامعه كل حاجه عن جون مجدي عبد الغني؟ هي الاول انت شفتيه كم مره؟ مالوكيش يعني كانت كفايه؟ هي مش كان حلو عليا اتولدت وجبت انت الجون السنه اللي جه فيها الجون؟ لا والله جيت قبل جون بشهر بالظبط. لا والله طبعا الناس كلها هتزعل. الناس اللي بيحبوا الجون قوي هتزعل مني ده. ليه؟ طيب بالعكس ده انت وشك حلو علي. لا وشك حلو على مصر. صحابك بجد بيقولوا لك ايه يعني؟ قالوا لك اكيد فخورين بس قالوا لك ايه على التصريحات اللي هيك؟ بصي موضوع الجون ده كان غريب قوي لان انا طول حياتي عايشه ما يعني ما سمعتش يعني عادي بابايا بيلعب كوره وكده بس يعني جون جه ومن ساعه ما اتولدت ما حدش بيتكلم فيه. فجاه لما بقابل ناس انت عارفه باباكي جاب جون؟ باباكي جاب جون اوكي. فجاه الناس طلعت تتكلم على جون كتير قوي قبل كاس عالم مش فاكره من كذا سنه. وبعديها بقى الموضوع ابتدى ضحك وكله بقى هزار واحنا عندنا عادي. بس حلو احنا بالنسبه لنا يعني. لا طبعا احنا بالنسبه لنا ضحك يعني الحمد لله يعني بابي كمان بتحب الهزار. احنا ما بنحبش نزعل نفسنا. ما هو لا وحب الناس حب الناس الكابتن مجدي ان هو دمه خفيف ومقبول عند الناس اهلاويه وزملكاويه وكل الناس. انا عايز اقول لك دعوه امي الله يرحمها ليا ربنا يحبب فيك خلقه. بالظبط كل الامهات واحنا انا بالعكس انا اصحابي كلهم الموضوع بالنسبه لنا هزار يعني النكت لما كانت بتطلع نكت قبل كاس عالم احنا بنبعت لبعض ايه النكته اللي بتضحك اكتر ونبعتها له ويضحك ويطلع يقول طب ما كانوش بيقول لك يعني 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 باباكي زلنا يا مريم زلنا؟ لا 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 اصلا عشان عارفين وعارفين الموضوع اصلا هو بيقوله بضحك وبالنسبه لنا ضحك فالموضوع كان كله هزار. طيب هنرجع نتكلم تاني عن الكون وعن تفاصيل كتير كتير في حياة كابتن مجدي ومسيرته. الناس خلاص تقريبا لا خالص مستحيل انا ابني عنده سنتين دلوقتي بحكي له عن الجول بتاع كابتن مجدي. طبعا انت راجل محترم والله. ده تاريخ يا استاذ. الله ده كلام ايوه برنامج سيره الحبابي نسكوكو جول كاس العالم. ايه رايك نسمع دلوقتي من مطربتنا الجميله ميرنا سيدي وصالك؟ سيدي وصالك اتفضلي يا ميرنا. Sidi Osana, Sidi Osana,
مكملين مع سيرة الحبايب وكابتن مجدي عبد الغني وبنته الرائعة الجميلة مريم. ويمكن وميرنا كانت بتغني يا جهان، يعني كابتن مجدي اعترف ان مريم بتغني وصوتها حلو. وصوتها حلو. انا على نفسي مش مصدق. لا انا عندي فضول اسمع او مصدقه وعندي فضول اسمع. انا عايزه تسمعي الاول بعدين تصدقي. كل مصدقه صوته حلو. يعني لو قلنا مثلا مريم مجدي عبد الغني تلعب كوره ماشي، بس تغني؟ لا انا بالنسبه لي لا بتغني، انا عايزه اسمع. تلعب كوره ده الحاجه الوحيده اللي بتعرفها. ده بترسم ماشي، بتغني ماشي، بتعمل فاشن ديزاين ماشي، على كل شويه تقعد تعمل اي حاجه في الفن ماشي. في الاعلانات ماشي شغاله. يعني انما الكوره له حاجه الوحيده اللي بتعرفها. طب صل على النبي. طيب عشان ما تحسدهاش. لا انا بكلمك ان هي واخده سكه مش مالهاش دعوه بالكوره خالص. بس هي اكيد زملكاويه. ده انا حبيت اخدها زملكاويه ازاي انت؟ انت عايز اي حاجه مشكله. انا عايز اسمع مريم زملكاويه ولا اهلاويه؟ اهلاويه طبعا. اهلاويه طبعا طبعا. طب نغني ايه؟ ماشي يا ستي ماشي عشان نهدي لجمهور نادي الاهلي. سبع اي حاجه دندني كده. اي حاجه من اللي انت بتحبيها. يلا خد المايك. انا اغني رمضان جانا وفرحنا بو بعد غيابه وبقاله زمان غنوا قولوا شهر بطوله غنوا قولوا اهلا رمضان رمضان جانا اهلا رمضان قولوا معانا اهلا رمضان جانا. كابتن مجدي عبد الغني او المطرب الكبير مجدي عبد الغني صاحب جول مصر في كاس العالم 1990. يلا شجعتي بقى خلاص يعني شجعتي. ها والله مش عارفه اغني ايه. بصي غني اغنيه في سيره الحبايب اديها للحبيب اهديها له. حرمت احبك اقول له ايه ولا ولا ايه؟ حرام عليك يا عمرو حرام عليك. حرمت احبك. غني لي حاجه مش عارفه. انت افتكري على بال ما تفتكري احنا نكمل كلامنا مع الكابتن مجدي. ماشي انا عايزه اسال كابتن مجدي اتفضلي. في حاجه مشتركه ما بين انتوا الاثنين؟ غير انكم حلوين كده. لا ليسانس فلسفه. لا زي القمر زيك كده. ربنا يخليك. ميرسي 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 ده من ذوقك. ليسانس فلسفه تخصص فلسفه. انا كمان تخصص فلسفه. والله؟ طبعا. ده بتعمل دكتوراه في الفلسفه. انا جامعه القاهره. انت جامعه ايه؟ لا انا لسه بحضر دكتوراه لسه ما خدتش الدكتوراه. والله؟ مش من مصر. الله يكون في عونك. الفلسفه دي من اصعب. انا كنت فاكر انها سهله. انا رحت قلت لهم ايه؟ انا نجحت في ثانويه عامه وانا بلعب كوره. فقلت لهم يا جماعه ايه الكليه السهله عشان اقدر اكمل كوره مع اختاروا لك الفلسفه. قالوا لي الفلسفه. والله ما بهزر. انا متخيله كده مدرس فلسفه في ثانويه. قالوا لي فلسفه. قلت لهم الفلسفه دي في الاخر يطلع ايه؟ قال لك مدرس. قلت لهم لا انا عمري ما هشتغل مدرس. طب خلاص. بس درستها. درست فلسفه. درست طبعا. دخلت خدت واخد ليسانس من جامعه القاهره. فاكر ايه من الفلسفه؟ ولا حاجه. انا فاكر ديكارت. وفاكر علم الجمال. عارفه علم الجمال؟ ايوه انا تخصص علم الجمال. دكتوره مهران اسمها أميرة. أميرة مطر. أميرة مطر الله يرحمها بقى. ما اعرفش عايشة ولا عايشة. ربنا يديها الصحة. عارفة الحاجات دي. ايوه طبعا. أميرة مطر. أميرة حلمي مطر طبعا. علم الجمال ده. علم الجمال ده انا بدأت اشك دلوقتي انه والله ما بهزر. وبعد كده بقى كنا ديكارت. ده هو ديكارت ملك الشك. انت هتشك اذا ديكارت اذا انا موجود. ما هو اذا هو اللي عمله. انا ما توقعتش خالص انه كابتن مجدي يكون تخصص فلسفه بالنسبه لي. لا درست بس ما كنتش بستخدمها في الكوره خالص. اكيد لا. انا بقى خدت منشيت. اللي بياخد ليسانس خدي بالك بره بيسموه دكتور. لذلك كان سقراط مسمينه دكتور. لانه كان مخلص جامعه. الله يرحمه. مات لاعب البرازيل. لاعب البرازيل الشهير. طبعا. حاجه 78 في بطوله 78 في اسبانيا. فادوا لك اللقب برضو دكتور. انا بقى سموني لما قلت لهم ان انا والدي عنده مصانع ووالدي تاجر ومش عارف ايه وبتاع. فجورنان ابولا اللي هو في البرتغال كتب منشيت عمل معايا حديث وكتب منشيت قال لك الفيلسوف المليونير.
عليك انت فيلسوف المليونير. هم طبعا يعني المانشيت نصه صح ونصه غلط. غلط ان انا مش فيلسوف. مليونير. ليه عارف فلسفه؟ انا ذاكرت والله، كنت بقعد الشهر الاخير من باخد بستاذن من المدرب ومن النادي واقعد اذاكر. وذاكرت وكنت بذاكر طبعا عشان مجموعه كويسه في الحاجه عشان تنجح. بس انا بقى كان في بقى رجل رياضي ماسك جامعه القاهره في ذلك التوقيت الله يرحمه ويحسن اليه يا رب، ويعني هو طبعا لم ينجب، ولكن في الحقيقه انا كنت بعتبره زي والدي. وهو رجل كان بيعتبر يعني انا ما شفتش رئيس جامعه في حياتي في شهامة هذا الرجل وفي تفاهم هذا الرجل وفي عقلية هذا الرجل. دكتور حسن حمدي كان دكتور في جامعة القاهرة، دكتور طب، وكان رئيس جامعة القاهرة في ذلك التوقيت اللي أنا كنت فيه في الجامعة. فمش عايز أقول لك قد إيه ساعدني بشكل، وكان الرجل رياضي جدا جدا وأهلاوي جدا برضو. وكان بيساعد كل الرياضي. أول مرة تتعمل مسابقة بين الجامعات ونشاط جامعي رياضي في الكورة كان أيام الدكتور حسن حمدي الله يرحمه، رئيس جامعة القاهرة. هذا الرجل العظيم الله يرحمه، يعني من أعظم من مسك رئاسة جامعة القاهرة في تاريخها. وما كانش عنده كلاكيع بقى، وما كانش عنده مشاكل، وكان عنده وكان بيحب الرياضة، وكان وعارف إن إحنا بنضحي. يعني أنا كنت بسافر، كان توقيت صعب جدا بتاع الامتحانات ومباريات كره القدم. متفهم الظرف انه رياضي في نفس الوقت بيدرس وبيجتهد في منتهى الروعه يعني. لكن طبعا انا بالنسبه لافلاطون اكلمك عن افلاطون. لا والنبي بلاش. والله عالم المسل. طب بيقولوا افلاطون في حجم العالم يعني جمهوريه افلاطون موازي للعالم الواقعي. العالم الواقعي اللي احنا فيه ده عالم المثال. بيقولوا في حد بيعمل رساله دكتوراه بعنوان في الفلسفه النظريه والتاويل في هدف مجدي الجميل واليتيم. النظرية والتأويل ما وراء هدف مجدي الجميل. هي انت تمشي حلو صح، تمشي والله ماشي الساجع بتاعك كويس. لا ما هو بص، بس انا ما استخدمتش فلسفه، ما كنتش بتفلسف في الكوره في الكوره كنت بلعب السهل بولدوزر. بلعب السهل واللي قدامي بصيله يعني. ما كنتش يا دوب لما تزني قوي كان ممكن ان انا يعني اعمل ارقص بتاع. طب وما استخدمتهاش في التعليق لما كنت بتعلق على الماتشات ليه؟ يعني لانه في ناس عندها لغه معينه. انا اتحاربت في التعليق ليه؟ انا اخر ماتش ما تفهمش، اخر ماتش علقت عليه كان بين البرازيل وتركيا. انا كنت يعني عارف، انا كنت بادي مدرسه جديده في التعليق. ما تفهميش اللي حصل ايه، اتلموا عليا في حد من الصحفيين معين كده، وقام قال لك ايه ده اللي بيقوله ده، وايه الكلام ده، وما ينفعش ان احنا نسمعه، ودخلها في سكه تانية خالص. خلت القناه وقفتني، وما وانا زهقت من التعليق بقى. يعني زهقت بقى ما لقيت الموضوع كده انا اصلا مشاكل. انت وانا بناخد ايه، كنا بناخد 100 جنيه في التعليق كلام يعني. يعني كنا بنعمله عشان بنحبه، بنصرف اكتر. ما انا استغرب، دمك خفيف واكتر حد مؤهل انه يعمل ده، فليه ما طلع بعديها بقى مدرسه الكابتن الله يرحمه محمود بكر. كان بيقول اي حاجه بقى، اللي هو بقى ايه محطة القطر بتتصلح فينزل يقولها في التعليق. استنى بعديك ازاي، ده هو اللي معلق على الهدف بتاعك. انا اول واحد، ما كلامك مظبوط، بس انا اول واحد عملت المدرسة الجديدة بتاعت ايه يا ابني اللي انت بتعمله ده، انت بتهجس ولا ايه، انت الطريقة، الاسلوب. انا قلت على التراكوة، انتوا التراكوة دول احتلوا مصر وما تعلمناش بينهم غير تمام فانزم حضراتكم، مش عارف، ما تعلمناش حاجه، ما علموناش حاجه. انت واخد بالك؟ العثمانيين. الدنيا اتقلبت وقال لك السفاره التركيه اشتكت مصر
وقلبوا الدنيا وصحفي معين قاعد يكتب وازاي ده يقول الكلام ده وده مش عارف ايه وبتاع. المهم قلت له بص سايبها لك مخدره تعلق انت بقى خدها يا عم مبروك عليك افرح بيها. طيب الاستاذ محمود درويش دلوقتي هيغني لنا انت افتكرت الاغنيه ولا لسه؟ لسه لا مش اسمعي يا سيدي امرك اسمعي شكلها مكسوفه بس لا خلاص يا سيدي امرك كلمات فتحي اورا والحان محمود الشريف. يا سيدي أمرك أمرك يا سيدي يا سيدي أمرك أمرك يا سيدي ولأجل خاطرك خاطرك يا سيدي مقدرش أخلفك لأني عارفك تقدر تحط الحديد في إيدي. اسمع اسمع يا سيدي بالذي أذكر من عرف الأمان كان في حال وجد نوبال وابن السماء والذي أجرى دموعي عندما كان حيبعتني لأقرب محكمة. مبسوط يا سيدي يا سيدي مبسوط يا سيدي. مقدرش أخلفك لأني عارفك تقدر تحط الحديد في ايدي. اسمع اسمع يا سيدي وحقك انت المنى والطرف والله يجازي اللي كان السبب ولي فيك يا والدي قصة تغير مجرى حياتي الطرف. مبسوط يا سيدي يا سيدي مبسوط يا سيدي. مقدرش أخلفك لأني عارفك تقدر تحط الحديد في إيدي. اسمع اسمع يا سيدي حبك يا سيدي غطى عالكل عالكل يا روحي يجعل نهارك زي الفل والورد يا روحي حبك يا سيدي على راسي من فوق وحياة روحي خايف أقول على قد الشوق لتطلع روحي. مبسوط يا سيدي يا سيدي مبسوط يا سيدي. مقدرش أخلفك لأني عارفك تقدر تحط الحديد في إيدي. اسمع اسمع يا سيدي أنا قلبي عليك عليك قلبي أنا قلبي عليك عليك قلبي وأعمل لك إيه وأنا إيه ذنبي أنا قلبي عليك
عني قديم وانا ايه ذنبي انا قلبي عليك عليك قلبي انا قلبي عليك عليك قلبي اعمل لك ايه يا انا يا قلبي انا قلبي عليك عليك قلبي انا قلبي عليك عليك قلبي مبسوط يا سيدي يا سيدي مبسوط يا سيدي مبسوط يا كابتن مجدي مبسوط بوجودك والله احنا مبسوطين بيك وبمريم طيب هنشوف دلوقتي ساره عملت لنا ايه في البورتريه بتاع الكابتن مجدي خلي بالك ده اخطر بورتريه بورتريه الاسمي والبنوته الجميله الرجل الذي يعني يا ساره طلع عنا 28 سنه يلا فين ولا 29 معاها واثنين كمان بورتريه ل مريم كمان لا مريم ما غنتش هتدي لها ليه البورتريه ايه بقى هتغني لنا الفقره الجايه قولي ازاي بقى احنا نشوف والله نشوفهم من الاول عشان نعمل استنى شم مظبوط الله مظبوط ولا على الريحه لا لا حلو مظبوط عجبني جدا جدا اهو يا جماعه كابتن مجدي عبد الغني اوبا في شبابه يا سلام عليكي بالقهوه ومريم ومريم مجدي عبد الغني اللي بترسم انت بترسمي كمان بترسم والله برافو عليك يا بترسم مع مريم شباب من ريحه كابتن مجدي طب ده ايه طب ده لسه طري لا فكره القلم يعني لا خلاص يعتبر نشفت خلاص يعتبر نشفت انا شايف لسه في شويه يعني قهوه قهوه بسيطه القهوه رمز القعده الحلوه والروقان طبعا ولما نرسم حد يبقى احنا بنوثق اللحظه الحلوه بتاعت القعده الحلوه بالنسبه للقعده الحلوه يا مش عارف وانتي بتزيدي القعده حلاوه بفنك الجميل ده شكرا يا ساره شكرا عجبني جدا النهارده البورتريه بتاع كابتن مجدي ومريم اتشرف طبعا اهم من القهوه يا كابتن مجدي نعم اهم من القهوه اهم من القهوه كابتن مجدي الاكل غذاء البطن مش غذاء الروح بالنسبه لعمر هو عمرو مع ان عمرو مش اكيل قوي يعني اهو يعني اهو بسم الله ما شاء الله اكتر من كده بص انا يا جلال انا بص انا يعني في روسيا عزمت الكابتن مجدي حوالي 17 عشان ما اكونش مبالغ 15 مره 15 مره الراجل ما بياكلش كتير ولا تسال انا عايز اقول لك حاجه يا دكتور عمرو عزمني مره في الفندق دي عزومه كانت شديده وكان معانا يعني كان معانا مين من اسبانيا فاكر اللعيب الاسباني فيريرا ده ولا اسمه ايه انا عارف اللي هو السردباك بتاع ريال مدريد ده ايوه اللي هو دلوقتي بقى مدرب ايوه يعني مدرب مسك في التكنيك وانت قعدت تقول له ده انا اللي جبت الجون حتى في القعده لا ايوه لازم تظبطه يا ما تيجوا تكملوا كلام عنه اكيد عارفه خلاص وبعد كده عمرو قام عازمنا مره تانية في مطعم يا كابتن مجدي استنى ما تيجي تكمل كلام هنا يا حبيبي استنى بس بيقول كلام مهم كلام مهم طب مين بص عشان بنقول عمرو عزمنا عزمنا في مطعم بقى سوري مش اكل روسي اسمه الشام تعمل له دعايه في كاترينبورج صح اللي لعبنا فيها مع اورجواي في كاترينبرج بالظبط برج انت هو الراجل بيتكلم روسي كاترينبورج كاترينبورج ماشي كاترين عموما احنا كلنا بنقول كاترينبرج عموما هو بيقول لك كاترينبورج اكيد صح اكيد صح ولا غلط طيب احنا هنجي لك يا جلال انا في انتظاركم يا دكتور وفي انتظار الكابتن احنا الريحه بدات تطلع يا جلال خد بالك طب انا اهم حاجه مين اللي هيدفع طيب كابتن مجدي انت عارفه كريم ما فيهاش حاجه بصراحه كابتن مجدي مشهور بكرمه كابتن مجدي ما فيهاش حاجه كابتن مجدي مشهور يا جلال ما تشوف الدنيا هترسي على ايه سيب موضوع الدفع ده بعدين شكرا يا جلال طيب نروح نشوف الصوره دي ونرجع ناخد الحلوه هنا بقى يلا وبعدين انا عامل لك مفاجاه حلوه دلوقتي اقول تسلم ايدك يا شيف ورجعنا لكم مع ست الحبايب ومع الفقره المميزه جدا 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 مع شيف جلال عملنا ايه النهارده يا شيف جلال النهارده عرق بيف الروستو مستوي في الصوص بتاعه صوص عاملين صوص بصل
ومجد بوتيتو، رقاق باللحمه المفرومه وكباب حله مع الخرشوف ورز بسمتي. الله. وايه موضوع الكنافه بالجبنه؟ الكنافه دي بقى معموله، لا مش بالعكاوي يعني، مش الكنافه بالعكاوي، بالجبنه. بالجبنه العكاوي، الجبنه يعني نوع من الجبنه الشامي اي ثينك. الجبن اللي موجوده في سوريا او اللي موجوده عامه في فلسطين وسوريا، نوع من انواع الجبن. هتخش في الكباب الحله جهان؟ ده الاكل حلو قوي. مريم، لا ما هي الفقره دي جهان اللي بتتكلم. حلو بجد. لا هو بيتكلم في الفقره الثانيه، بيسيب لي الفقره دي عشان يتفرغ لل لا كباب الحله لازم تدوقين. الكابتن قال لي قطعه واحده بس. لا في الرابعه. الرابعه بجد؟ لا عامل الشغل ده. طب مين بقى مين بقى بيطبخ حلو قوي في البيت، انت ولا؟ لا مامتي تمام. مامتي فرحانه قوي. مامتي وانت؟ انا على قدي كده قوي. لا طول ما البنات في بيت اهلها بتدلع. ايوه انه جاي وقت اللي هيخلص فيه الدلع. طب بتعملوا ايه؟ بنعمل لهم الديزرت كده، حاجات. بتعمل ايه الديزرت بقى؟ بانكيكس. بانكيكس، استاذة بانكيكس. تشرين من تحت من المحل بتاع الحلواني ده وتقول لك انا عملته. لا ده بيتضرب في الخلاط وبيتعمل على نفس. وفي وصفات جميلة كمان. والله لا انا بتاعتي انا الحمد لله مش جاهزة حاجة الوحيدة. طب يعني ايه اكتر اكلة بتعملها ماما؟ لا انت بتعمل حاجات كتير قوي حلوه الصراحه. بس حاجات يعني صينيه بطاطس طبعا، وقرع العسل. صينيه بطاطس انا بعملها على لا بس هي بتاعتها حاجه ثانيه خالص. لا بتاعتها حاجه ثانيه خالص. هو لازم يفطس اي حاجه عامله. اللي بنعمله باين عليك، اللي بنعمله في الناس بيطلع علينا. مش باين عليك بتعرف تعمل حاجه. بس بعرف اكل. ده اكيد، انا متاكده، انا واثقه بالموضوع ده. طب كابتن مجدي لما كنت بقى يعني انا ما بعرفش اطبخ خالص، اروح اجيب لي الست الطبيخ. عزابي كده كنت بتعمل؟ ولا عزابي ولا عمري وقفت في مطبخ يا راجل. كويس قوي. ولا اعرف اعمل حاجه. يعني ما عشتش الفتره بتاعت العزوبيه لوحدك وبتطبخ كده وانت؟ لما كنت لما كانت بتسافر بيسيبوني ويسافروا كنت باكل بره على طول مطعم. والمطاعم بقى كانت بتترحب بيا، انت كنت النجم بقى طبعا. البلد دي كان عدد. وما كنتش تدفع فلوس؟ لا كانوا بيعملوا لي تخفيض. تخفيض جامد. وانت زعلان عايزهم؟ لا مش للدرجه دي، ما انا كنت الحمد لله بكسب كتير يعني. كام مثلا؟ لا مفيش ذكر الارقام. هقول لك واحد. هقول لك واحد تلعب. انما الناس بتبقى فرحانه ان انا باكل عندها المطعم طبعا. اللي انا باكل عنده ببقى فرحان قوي ان انا لانه الناس بتيجي على حسب في نجم بالظبط. في مطعم من المطاعم، مطعم سمك، هم تخصص انت عارف على المحيط فمتخصصين في الاسماك والكلام ده. كان بياخد الفانيلات بتاعتنا في نهايه الموسم عشان يعلقها. طب ايه اشهر اكله؟ ويكتب عليها مجدي، يكتب عليها رونالدو، ويكتب عليها اسماء اللعيبه يعني. ايه اشهر اكله بتحبها في البرتغال؟ البقلاء، سمك البقلاء. انا اسمع انه انا ماليش في الاسماك. ايه سمك باكالياو بالبرتغالي؟ باكالياو. السمك البقلاء ده بيعملوه بكذا طريقه. بكلاو بالقشطه، كناطه بالقشطه. والله بكلاو كناطه بيتعمل، يحطوا عليه قشطه معينه كده. لا ده بيتحط في الفرن. بيتحط في الفرن الكلام ده؟ بيتحط عليه ساور كريم. الكلام ده شرعي؟ ساور كريم ده. كل الدول اللي بتطل على البحر المتوسط هي فعلا متخصصه في السمك البقلاوه. اليونان كمان بالاخص. انا ما عنديش مشكله بس يحط على سمك قشطه ده تحفه. مش قشطه البلدي بتاعتنا. لا سمك ساور كريم من احلى الاسماك اللي تاكليها البقلاوه. انت عارفه بيصطادوه من البحر البارد، من القطب، بيروحوا ناحية فنلندا والحتة دي. عشان كده لازم يدخل الفرن وقت اكتر. لا ده السمك، انت عارف السمكة قد ايه؟ السمكة كبيرة. ده بينشروها. بينشروا السمكة بيجمدوها. السمك ده كان بيجي لنا زمان. بكرة ده كنا زمان بناكله، كان بيجي مصر زمان والله في شم النسيم. بطل يجي لانه غالي. طيب دكتور عمرو، يعني في فرق بين ان هو اكيل واكول. دي بيتذوق. 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 ايه الاكله كانت بتوحشك في البرتغال؟ الرز ماريشكو. الايه؟ لا الرز ماريشكو ده ايه بقى؟ ده بقى رز البحر. بيجيبوا مع عمرو، يجيبوا حله زي بتاعتنا ويحطوا فيها رز، ويحطوا فيها كل جميع انواع السي فود، جمبري، سمك،
كابوريا؟ كابوريا بتاعتهم ايه؟ كابوريا بتاعتهم الكابوريا بتاعتهم بتجيب شاكوش وتاكلها تكسريها كبيره. كابوريا بتكسريها بالشاكوش. الدراعات بتاعتها اسمها كلاو. كل ده يحطوه جوه الحل مع الرز وسيبيه بقى يتسوى، وبعدين يجيب لك الحله نفسها ويحطها لك على الترابيزه. واغرفي بقى ايه على حسب العدد الافراد. جايبين ثلاثه، جايبين اثنين، جايبين اربعه. ده زي البايلا الاسباني، هم قريب منه جدا. البايلا الاسباني الاكله دراي شويه. دي الاكله يعني فيها صوص، فيها صوص طريه زي الصالونه اللي موجوده في السعوديه. حاسس ان وجودي هنا غلط دلوقتي. ليه؟ ماليش قوي في اللي انتوا بتقولوا عليه ده. ما بيحبش يجرب اكل غريب. بيحب ياكل نفس انواع الاكل. ده حمام محشي، كباب الحله، وفراخ بس. بتاكل اكل بتعمل ايه؟ السمك. سمك عندي باكل. لا باكل، باكل نوعين من السي فود. باكل سمك موسى والجمبري. عارف سمكة البوشة هناك في البرتغال قد ايه؟ قد كده. تحفة. بس ده اللي انا باكله. اسمها لينجوادو. ولا سالمون ولا اي ولا اي حاجة. فاتك كتير. فاتك كتير. بس كده. لا باكل، لا باكل لبط ولا وز ولا ماعز ولا اي جمل ولا اي حاجة. مع انك صعيدي يعني المفروض. المفروض يعني يا كابتن ما انت عارف. تكون في السفر مش بتجرب حاجات جديدة خالص؟ لا خالص. خالص. هي الفراخ احلى حاجه في السفر، نجرب اكل جديد. لا هجرب اكل جديد وبعدين نشوف الناس هتعمل ايه. بتتفرجوا رمضان ده على دراما ولا لا؟ انا بتفرج. انا مش بتاع دراما. لا بكترهم بتزهق. بزهق. والله من كترهم بزهق. يعني انا بتفرج على الحاجات اللايت الصراحه. يعني بتفرج على دنيا سمير غانم واني سمير عشان اصحابها. وحسن الردي. وحسن حبيبي. انا بتفرج على حسن عشان بحبه. وعلى اسمه ايه، كريم عبد العزيز. لازم تتفرجوا على علامه استفهام عشان جيهان من ضمن بطلات المسلسل ده. لا والله. طبعا مع الفنان الكبير راح محمد رجب. لا والله لازم اتفرج عليه. خلينا من بكره نتفرج. اعتبرينا تابعنا خلاص. لا فاتكم كتير. علامه استفهام وفطلت حظ وكنت برضو مع دنيا بس. وكمان اتفرجوا على 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 مسلسلاتنا هنا في قناه تن. ولازم تتفرجوا على سيره الحبايب طبعا. اكيد احنا بنعمل. لا ايوه طبعا. ماشي مدير القناه يزعل. لا 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 الحبايب طبعا في الاول. الحبايب في الاول. اول واحد انا هحط قناه تانية. قضيت رمضان في البرتغال كان كتير. كنت بفطر الساعه 10 الا ربع بالليل. طب انا مره طلعت دوبينج وانا صايم. قعدتهم لحد ما المدفع ضرب عشان اشرب ميه وياخدوا العينه مني. واول يوم في رمضان المدرب لاني ما باكلش، فرحنا دهلي انا شفتك ما بتاكلش ليه؟ مش فاهم. قلت له انا صايم، عندنا شهر في السنه اسمه رمضان. فانا صايم ما باكلش يعني. قال لي طب انا مش هقدر العيبك كده، انت كده معنى كده مش هتقدر تبذل مجهود وما هتحرق منين، هتجيب الحرق منين ما اكلتش. قلت له لا انا متعود على كده. وقال لي لا ما بفكر ما لعبكش. قلت له والله دي حاجه بتاعتك. عايز تلعبني مش عايز تلعبني، انما انا بقول لك انا جاي من البيت وجاهز وحاطط في دماغي ان اعمل ماتش كويس. الماتش ده خدت فيه احسن لاعب في في الملعب. بس جيت على اخر رمضان مت والله العظيم. صعب قوي اخر رمضان. اخر ماتش في قبل رمضان ما يخلص بثلاث ايام كنت خلاص اتغيرت. بعد الشوط الاولاني اتغيرت مش قادر. مش قادر كبير قوي. لا لا اللعيبه اللي قدامك مش صايمين وواحد لوحده. كابتن مجدي بلدوزر. عارفه يعني في الكوره بلدوزر، في الاكل بسم الله ما شاء الله بلدوزر. في اي حاجه بلدوزر. يعني يا عم باصص لي في اللحمه عامل ازاي بقى. طب ده اسمه كلام كباب الحله بصراحه شيف جلال. حلو قوي. حلو قوي. ايه ده؟ والرقاق كمان والصوص بتاعه تحفه. الجون اللي كان قدامك في الماتش الشهير بتاع بروكلين. بروكلين. عايز توجه له ايه؟ تقول له ايه؟ بروكلين ده انا انزل حاجه واحد بعد لبان بروكلين والله ما بهزر عشان تعرفي الشعب المصري دماغه راحت فين.
واحد من المصريين بعد ما بروجل قال له خد بالك الراجل اللي جاب فيه جون سنه 90 عامل بينا والله العظيم هشام زي ما تعبنا في حياتنا. شفت الهايف هايف يا نهار اسود على اللي احنا فيه. قال له ايه؟ قال له اللي جاب فيه الجون سنه 90 بيعمل اعلانات وبيجيب سيرتك وبتاع. قال له انا فاكر مين اللي جاب فيه اللي جابه فيه جون كتير والله العظيم ما بهزر اللي جاب خلاص. بعت له رد الراجل قال له انا فاكر مين. بعت لبان بروكن على الايميل بتاعه بان بروكن الراجل يعني راجل. ما فكرتش انك انت تعزمه على مصر؟ والله انا نفسي. ده فكره رائعه. فكره رائعه بس هو على فكره الفكره دي بتاعتي انا بس على فكره مش هيجي يا عم. ليه؟ ما هو بيقول ان هو رجل اعمال كبير بقى يعني. بالعكس نعمل له فكره كده ويجوا نستضيفكم انتوا الاثنين تبقى زي والله ماشي والله انا موافق. انا فكرتك وتبناها واعملها زي ما انت خلاص والله. لا طبعا هتتسرق دلوقتي بس بالطريقه اللي هي اللي ما عشان تتسرق يبقى انا ابقى مشارك في السرقه. صح صح انا مش هشارك في هذا الاجرام. صح صح انت رجل انا في رمضان لا يمكن اعمل اي حاجه غلط. بعد رمضان طيب ولا بعد رمضان؟ بعد رمضان ماشي بس رمضان لا. حبيبي يا كابتن مجدي طيب احنا كابتن جمال بالكنافه هناخدها هناك بقى. اه والله احنا عايزينك. اه الكنافه دي بسم الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله. ده لسه كمان الحلو احنا هناك يجيب لنا الحلو الصغير ده الصغير بالظبط. شكرا يا شيف جلال يعني يا رب يكون الاكل عجبكم كله زي الفل بجد والله. احنا هناخد فاصل دلوقتي ونروح نحل يا كابتن مجدي. فاصل وهنرجع مع الكابتن مجدي. ما حلوه قوي يا شيف وماريو. برحب بحضراتكم من جديد في سيرة الحبايب. وبعد ما اتسحرنا واكلنا مع الكابتن مجدي عبد الغني ونجلته مريم وطبعا يعني مش اول مره زي ما قلنا في مش اول مره بنعزم الكابتن مجدي. لا يعني المره دي 15 المره 50 على الاكله دي. انا ده انا بص اكله واحده برضه. لا هي كانوا اكلتين. اكله واحده اثنين مش 15 يا عمرو. اثنين 15 حاجه غريبه قوي. مره واحده في موسكو واحده في كاترينبرج. طب ايه بقى نعمل ايه فين ال 15؟ طب ما دي اكله ب 10 من هي في الغربه. في الغربه فعلا. انت عارف انا ساعات قد ايه بس جبنا اشرب بقى اجيب لك الشيك بتاع. لا 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 اشرب بقى الشاي بس عشان اهضم الاكله كامتين. والشيف جلال 10 على 10 اتق الله بس يعني. انا عايز اسال مريم اتفرجتي على بابا وهو بيمثل رايك في ايه؟ الوصيه انا عارف انا مثلت في حاجات كتير. لا انا موضوع التمثيل ده انا انبهرت الصراحه بجد؟ لان انا ما كنتش متخيله خالص ان هو هيمثل صراحه كويس بجد. لا ده كان بيجي له ادوار بقى وكده واصحابي كلهم يكلموني يقولوا لي انت ازاي باباكي مش بيمثل ولازم يمثل. انا جالي سيناريوهات وكده جالي حاجات كتير قوي بس انا خفت يعني انا قلبي وانا قلت له لا ماشي. انا قلت له لا الصراحه مشهدين ماشي ضيف بس ما قلت له بص انت التريقه جت انما بقى فيلم وابقى انا بطولته. طب اسمع مريم. مريم قلت له بص انت اتريقت على كل الناس اللي مثلها فبلاش تعملها عشان ايه؟ عشان ما يتريقوش عليك. عشان يتريقوش عليك. بس انت اخدتيها كده يعني طبعا. لا 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 قصدي لما شفتيها توقعت انه مش هيكون كويس يعني كويس قوي. لا وبياخد اصل انا رحت معاه مره كان بنعمل حاجه كده مذاكر وبيدخل في الدور بقى ويعني قلت ايه ده؟ قلت ايه ده شاطر. احساسك كان ايه يعني في يعني بالنسبه لك التجربه كانت عامله ازاي؟ انجح في اي حاجه اعملها بفضل الله يعني ما احبش اخش واسقط او اخش واعمل نص ونص. اذا ما كنتش ومن قبلها اذا ما كنتش اعرف اعمل كده ما اخشهاش. يعني عارف الحمد لله قدراتي وعارف انا لو هوافق على دي في اوقات بوافق بتبقى في مغريات ماديه. وانت طبعا بتحب المادة لا ما المادة انت عارف بالنسبه لي التحدي بالنسبه لي ان انا اعملها كويس. اوكي يعني مثلا موضوع رامز مثلا موضوع رامز الحمد لله كان من يعني الحلقه بتاعت ابله فهيد كل بفضل الله الحاجه اللي انا عملتها بتسمع مع الناس. ليه؟ لان صحيح.
ما بروحش لمجرد ان انا رايح اعمل شغل انا وامشي، لا انا بروح لاني حابب ان انا تمتع الناس وتعمل حاجه ناجحه، انجح في دي واعلق مع الناس. بس حبيت التمثيل؟ حبيته؟ مش قوي، لا مش 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 حاسس انه بتاعي. لا مش حاسس انه يعني مش انا ليه؟ يعني ممكن اطلع زي ما شفتي طلعت مثلا مع محمد امام لقطه برضه، بس انت على اساس اللي انا بقوله يا ابني وبتاع في الحلم بكلمه بقى في الحلم عن الجون وبتاع. بتحب تطلع بشخصيتك؟ اطلع بشخصيتك. كابتن مجدي موجود في العمل، مش الدور، مش الشخصيه الثانيه، مش تمثل، مش ان انا امثل يعني مش وبعدين لا حته يا مريم انت عارفه يعني حلقه سهله بتعدي انما بقى لما هيبقى يعني شغلتي والصبح بكره انا رايح اقعد لي شهر امثل في فيلم، لا مش بتاعتك، لا هيبقى بالنسبه لي هزق. ايوه هزق. طيب بالنسبه للتجارب اللي مرت بيك، وانت زي ما بتقول يا كابتن مجدي بتحب انك تخوض التجربه وتنجح فيها، تجربه الاحتراف في البرتغال دي طبعا انت كنت من اوائل الناس اللي احترفت. انا نجحت بفضل الله فيها نجاح مبهر، بس ما كانش فيه لا في ميديا ولا سوشيال ميديا ولا فوكس على انت قعدت كام سنه هناك؟ قعدت خمس سنين. يعني اول موسم تاني افضل لاعب في الدوري البرتغالي على كان بيلعب عندنا لعيبه كتيره جدا، موزر كان منتخب البرازيل، ريكاردو كان منتخب البرازيل، ريكاردو ابو شعر الباك ليفت بتاع البرازيل برضو كان بيلعب في بورتو الاساسي بتاع البرازيل، معظم منتخب البرازيل كان بيلعب في البرتغال. لذلك هو عشان البرازيل بيتكلموا برتغالي. طب التجربه نفسها كانت صعبه، تجربه الغربه جدا. كنت متجوز ساعتها ولا؟ كنت متجوز. ما فكرتش انك انت تكمل نص دينك تاني هناك؟ لا كمل ازاي؟ معلش يا مريم كنت متجوز، كان معايا احمد. وماله؟ ما كان مريم ما كانتش جت. طيب رد يا مريم على السؤال ده، رد يا مريم. بس انا عشت هناك برضه شويه. اصل البرتغاليات بيقولوا حلوين يعني. لا انا بغير على السؤال ده، انا هخلي مريم تروح. انا بغير على بص، هو انا ما كانش في دماغي غير ان انا انجح. ماشي بقى اللي رايح. بص ولازمك جنبك ملهمه. لا هو رايح في الحوار في سكه ثانيه. ايه؟ هو رايح في الحوار في سكه ثانيه وبيتكلم عن لا كانت موجوده. لا سافروا معايا. كلنا كنا هناك. كنت معاهم. انا اصل في مثل بالروسي بيقول لك ما تدخلش الغابه بالخشب بتاعك. ما تدخلش بالخشب بتاعك. لا والحمد لله. لا 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 مريم ترد على عمرو بقى. والله مثل روسي 10 على 10. لا طبعا احنا مش ما تروحش المطعم بالسندوتش بتاعك. طب مريم احنا مش موافقين على الكلام ده. لا طبعا لا طبعا احنا مش موافقين على الكلام ده. ولا انا موافق عليه طبعا، انا بس بختبره يعني. بس انت بتغير عليه. طبعا. بس بيقولوا عليه كان دون جوان. لسه اعتقد ان هو جبت حاجه انا من بنته فلست. لا شاهد لا هو ما شاء الله. لا دمه خفيف وبيحب يهزر كده ويدلع الناس. شفته معايا في روسيا يقول لي ايه ده يخرب بيتك يا عمرو، ايه ده ايه ده. بقول له ايه ده كذاب والله كذاب. حرام عليك كذاب والله. ده شفتي الراجل؟ انا شفته في روسيا. انا شفته. انت شفتيه؟ انا كنت معاه. لا مؤاخذه انا كنت قمه الالتزام في روسيا. ما صدقش الكلام ده. ما صدقوه. لا عايز اقول لك حاجه، هي روسيا بصراحه انا بهرت والله. بلد متقدمه جدا، عملت كاس عالم اكثر من رائع. صحيح. ما كنتش متخيل انها بهذا الجمال والحلاوه دي. روسيا يعني انا كنت متخيل لسه بقى طبعا في دماغنا بقى الافكار القديمه الروس الشيوعيه والقصه. لا 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 الدنيا الدنيا اتغيرت بشكل كبير. عايز ارجع لك تاني للبرتغال. الخشب؟ لا مش الخشب، عجبتني الخشب دي بس بخلي الخشب دي بعدين. لا عايز ارجع لك في ان انا عانيت كتير جدا جدا جدا. اكيد احكي لك قصه صغيره كده بان انا طبعا مش فاهم اللغه. انا رايح هم لا بيتكلموا انجليزي
بس دلوقتي بقيت تتكلم. وانا انا بتكلم برتغالي كويس جدا. لا بقول لكل الناس بيقول لكل الناس بيتكلم برتغالي عشان بيستغل صرف ان احنا ما بنعرفش برتغالي. لا انا نفسي اي حاجه. انا نفسي موضوع البرتغالي نفسي اسمع الجمله الشهيره بالبرتغالي. ايه اللي هي ايه اللي هو ايه واو ايه واو دي عمر رسم نوشكس نوشكس ميو جولو نون ديشا نون ديشا اشتا بروجراما اشكسيري ميو جولو نو كوبا دو موندو. الله يسامحك الله يسامحك الله يسامحك الله يسامحك. اوعي البرنامج بتاع السيكوكو بتاع كاس العالم. ادي لك روسي دلوقتي. انا عارف انك مش اختبار لغات يا عمر. انا كان نفسي اسمعها بالبرتغالي. سمعناها بكل يعني اقول لك ان انا رحت اول ما رحت كان طلبوا مننا اتمرنا الصبح وطلبوا مننا ان احنا نيجي بعد الظهر اللي انا فهمته. فروحنا بعد الظهر. رحت بعد الظهر رايح عادي جدا من الفندق اللي انا كنت فيه كان جنب جنب النادي. رحنا وقفنا شويه رحت لقيتهم متجمعين فقلت انا فهمت صح. ايه اللي هيتم بعد كده ما اعرفش. لقيتهم بيركبوا اتوبيس بيقولوا لنا يلا هنركب اتوبيس. ركبت الاتوبيس قلت باين عليهم هياخدونا لفه ولا حاجه يفسحونا يعني ورجعونا تاني. الاتوبيس مشي. رايحين تلعبوا ماتش. لا مش ما كانش ماتش كان دوره. ايوه. فالاتوبيس مشي فضل ماشي ماشي لحد ما وقفنا قدام فندق قلت بقى عشونا وروحونا. نزلنا فعلا لقيت الترابيزات بتاعه قلت يبقى انا صح. قعدنا في موضوع الاكل ده من زمان. قعدنا بقى نتعشى شويتين وبصيت لقيت مفاتيح بتتفرق. مفاتيح عربيات. قلت له مفاتيح. قلت له في ايه؟ قال لي احنا هنبات. قلت له هنبات ليه؟ انا مش معيش بيجامه اصلا عشان ما جبتش شنطه خالص معيش حاجه. فقال لي ازاي؟ قلت له زي الناس. فالواد اللي انا هنام انا وهو في اوضه واحده. قال لي خلاص بقى قضي. بيتكلم فرنساوي وانا بتكلم فرنساوي ومدغدغ يعني بحاول اربط الاحداث مفيش انجليزي. فالمهم طلعنا البلد ده عشان مش فاهم هما بيقولوا ايه. مش فاهم ايه القصه راحت فين وجايه منين. مش فاهم هما ركبوا الباص. ركبت معاهم الباص ماشي زي عارفه القطيع سياسه القطيع ده مشهد ماشي وراه في اي فيلم كده. فالمهم المهم ايه البلد دي على المحيط فكلها برد. فطبعا نمت واتغطيت بطانيه نايم بالاندر وير ما فيش حاجه. بتشرح حتى يوم الصبح قلت هنفطر ونروح. هنفطر ونروح. لا ده انتوا قاعدين بقى. فطرنا ولقيت ايه طلعنا ريحنا قلت هنريح ونروح. ما المهم ان احنا نروح معيش حاجه. بصيت لقيت ايه بنركب الاتوبيس تاني قلت بس الحمد لله مروحين راجعين. لقيتهم رايحين بلد تاني. لا رايحين ماشيين وننزل. نزلنا دخلت لقيت داخلين استاد هيلعب الماتش ومش عارف. والله العظيم زي ما بحكي لك كده. داخلين استاد لقيت اوضه داخلين اوضه اللبس. ببص لقيت اسمي على شنطه جايبين لي لبس الكوره بتاعي. انا معيش لبس خالص. لا لبس كوره ولا لبس نوم ولا حاجه خالص. يعني رايح الماتش هتلعب الماتش وانت مش عارف خالص. ده مش ماتش واحد يا بنتي. ده طلع ماتشين. ماتشين. طلع دوره. بابا بيتكلموا برتغالي ومش طلع دوره. دوره رمضانيه. دوره بتتلعب هنلعب ثلاث فرق في يومين. هنلعب الفرقه صاحبه الارض وهنلعب تاني يوم فرقه تانيه ومين هيكسب البطوله. المهم بعد ما لعبنا الماتش الاولاني روحت الفندق برضه نفس القصه والجو برد. تاني يوم قلت هنروح اتاري في ماتش تاني. رحنا لعبت الماتش خلصنا الماتش التاني بصيت لقيت ايه انا ماشي. فانا دهولي تعالى. فانا تعالى رحت لقيتهم واقفين طابور. قلت هنوقف طابور. وقفت جنبهم ما اعرفش واقفين ليه اللي هم عملوه عملوه. فلقيت واحد بيقول عبد الغني. انا طبعا عبد الغني انا مش متعود ان اسمي عبد الغني متعود مجدي. هم بقى سموني عبد الغني. عبد الغني. فلقيت واحد بيزقني. فبيزقني ليه؟ اتاريني واخد احسن لعيب في الدوري. وانا مش عارف. وانا مش داريان. يعني رحت وسافرت ولعبت الماتش الاولاني والثاني وخدت لعيب احسن دوري وكل ده مش فاهم حاجه بالبرتغالي. واخد احسن لاعب في الدوره والجرايد كتبت وخدنا بعضنا وروحنا. دي من المواقف اللي لا يمكن
هنسافر. فقررت انك انت تتعلم اللغه بقى. لازم اتعلمها والا كنت تقع في مواقف زي دي. بقيت مركز معاهم جامد جدا. وبقيت امسك الجورنان واحاول ان انا اقرا يعني الحروف لاتيني زي الانجليش. فابتدي اقراها غلط عشان هم يصححوا لي. وفعلا هم منهم شعب انت عارف يعني برضو فرضين لغتهم على موزمبيق وعلى انجولا وعلى غينيا بيساو وعلى ماكاو في الصين. وصلوا لحد الصين البرتغاليين واحتلوا دول يعني. فهم بيحبوا جدا. بعد 6 شهور يا عمرو كنت بتكلم برتغالي. حلو قوي. السنه الاولانيه خلصت. رحت الرئيس النادي قاعد بيتفاوض مع اللعيبه فقال لي انت جاي ليه؟ انت مش ماضي سنه؟ قلت له ماضي سنه بس عايزك. قال لي عايز مني ايه؟ قلت له انا ما مش عاجبني المرتب اللي انت بتديهولي ده. يا انت من زمان قوي في الحاجات دي. لا ما هو كده، هي الكوره كده. المرتب بتاعي كان ضعيف. افتكرت ان الموضوع انت ده مش فاهم. موضوع الفلوس ده يا عم اسمع. ما كان بيتعب وكده لازم ياخد حقه. المرتب انا اللي بكسب الفرقه. المرتب بتاعي مدينه احسن لاعب ويبقى لا يعني وناس بتاخد اكتر مني. ناس في الفرقه بتاخد اكتر مني لان انا ما كنتش عارف حاجه. فما عرفت بقى وفهمت قعدت بقى مع الراجل. انت عارف محمد صلاح عمل كده. محمد صلاح مع ليفربول كان رايح بعقد معين بعد اول بعد السنه اللي فاتت لما خد افضل لاعب. بس محمد صلاح جاب لنا جولين في كاس العالم. انت جول واحد العقد. طب ننهي الحلقه بقى. لا 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 لا. وافق رئيس النادي ولا لا؟ واضح ان انا جيت غلط في الحلقه. لا 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 عمرو ايه في الحكايه؟ خالص لا انا عايز حضرتك بس شيلوا عمرو لو سمحتوا. انت ست طيبه. طيب المهم زود لك المرتب. زود لي طبعا والله. طبعا زودوني. طبعا ما يقدرش يبقى همشي. عارف قلت له ايه؟ قلت له انا مروح مصر ومش محتاج العب كوره وهبطل كوره واروح اشتغل في مصانع الطب بتاعت والدي. قعد الراجل كل الاجازه كل يوم يكلمني. يكلمك. كل يوم يكلمني. بس 5 سنين فتره حلوه. فتره يعني قوي. الحمد لله. الحمد لله. لا وما شاء الله يعني اسم الكابتن مجدي في لا انا رئيس الجمهوريه دعاني لما الرئيس حسني مبارك راح زار البرتغال. جات لي دعوه مش من رئاسه مش من مصر. جات لي دعوه من الرئاسه في البرتغال. اما بتروح دلوقتي كانك يعني رايح بقى كاني رايح بلد. يعني بلدي. كانت مدينه ايه يا كابتن مجدي؟ كنت قاعد في حته اسمها افيرو. افيرو. افيرو دي جنب بورتو بحوالي 50 كيلو. يعني قريبه من بورتو جدا ب 50 كيلو. فكان معظم الناس اللي في افيرو الاغلبيه بتشجع بورتو والباقي بيشجع بنفيكا. بنفيكا هما الفريقين اقوى. أيوة طبعا زي الاهلي والزمالك كده. وانا جبت جون في بورتو في نهائي كاس البرتغال. والله لعبنا وصلنا لنهائي كاس البرتغال وتعادلنا 1-1 في الوقت الاصلي وبعد كده خسرنا في الاكسترا تايم. برضه زلتهم. لا ما زلتهمش. ما خسرنا في الاكسترا تايم. خسرت. طب ربنا راى في الشعب البرتغالي. لا لا لا. مريم انا عايز اعرف اهلاويه. طبعا زي بابي. طبعا اكيد. بالنسبه لك مين احسن لعيب غير بوبي عدى في النادي الاهلي بتحبي؟ انا عايزه اقول لك لا اصل المشكله ان انا ماليش في الكوره خالص. يعني حقيقي ماليش في الكوره يعني انا بشجع ولا كرة. عشان ما تقوليش حد غير بوبي. لا لا خالص خالص والله بالعكس. بس انا بالنسبه لي الاهلي لازم يكسب. مصر لازم تكسب. بس هو ده مين بقى هيك؟ ومحمد صلاح. يعني كلنا بشجع محمد صلاح. كلنا بنشجع محمد صلاح مع اي فرقه يلعب فيها مع اي حاجه. ده حقيقي. طب كابتن مجدي لو سالنا نفس السؤال بالنسبه لك مين احسن لعيب في النادي الاهلي عدى في تاريخ نادي الاهلي؟ محمود الخطيب. كابتن محمود الخطيب. ودلوقتي وطبعا غير الاجيال القديمه بقى ما اتفرجتش عليها يعني. انما انا اتفرجت على الخطيب. دلوقتي محمد صلاح في نادي الاهلي. لا في النادي الاهلي برضه. محمد صلاح احسن لعيب يعني على تاريخ عربي ومصري وعربي مصر. وكل حاجه تاريخ ده بدون منازع طبعا. انما دلوقتي ما مش شايف حد ممكن تقول عليه احسن من لعيب. مين هياخد الدوري السنه دي؟ الاهلي. مش بمزاجي ولا بمزاجك. ده هو الزمالك بيهدي الدوري للاهلي. مبسوط باداء نادي الاهلي السنه دي؟ في الفتره الاخيره بس. مش قبل كده الاداء كان باهت جدا. وما كانش كويس. لكن مش مبسوط من حاجات كتيره بتحصل جوه النادي الاهلي.
بالنسبه لك مين احسن مدرب عدى على نادي الاهلي؟ هيدي كوتي اه المجري اه المجر من اعظم هيدي كوتي. هو واحد طبعا. واحد جابه هو هيدي كوتي برضو اسمه دكتور كالوتشاي لا ده انا مش فاكر بعد كوتي ده كان اسطوره بعد ما هيدي كوتي ما بطل تدريب رجع درب جاب نادي الاهلي طلب منه يجيب مدرب مجري بعد نجاح التجربه المجريه معاه قعد سنين هيدي كوتي معاكم هيدي كوتي هو اللي كان بيعمل فرق للنادي الاهلي صحيح من اعظم المدربين اللي جم النادي الاهلي ولو سالناك عن نادي الزمالك بما انه عمر الزمالك اعظم نادي في التاريخ عمرو زملكاوي زملكاوي ما للاسف راح سكه غلط مش مشكله خلينا نواسيه نادي الزمالك في الحقيقه كان فيه لعيبه مبهرين جدا يعني انا من وجهه نظري من اعظم من لعب في نادي الزمالك اسماء كتير هو طبعا انت يعني انا اللي معصرتهم هقول لك عليهم واللي معصرتهمش هقول لك عليهم برضه لان الاهلي فيه لعيبه انا معصرتهاش بس بيقولوا رفعت فناجيلي كان حاجه طبعًا. مش طبيعيه كابتن رفعت في الكوره كابتن صالح سليم طبعا ما حدش يقدر طبعا يعني طبعا ينكر كابتن صالح سليم من اعظم من لعب في النادي الاهلي مين تاني في النادي الاهلي كابتن صالح رفعت الفناجيلي كابتن عادل هيكل الله يرحمه مين تاني في الزمالك بقى اللي عصرتهم ولعبت معاهم وهم اكبر مني في السن فاروق جعفر وحسن شحاته يعني انا حسن شحاته وانا ماسكه وفاروق جعفر وانا ماسكهم في الملعب انا اصغر منهم لكن تعبوني يعني تعبوني لانهم لعيبه كانوا مهارات صحيح عاليه جدا جدا بقى تتكلم بقى على كابتن حماده امام حاجه ما حصلتش دول الجيل اللي قبل بقى الجيل اللي قبل بقى بس حاليا نادي الزمالك نادي الزمالك ما فيهوش برضه حد تقدري تقولي يعني هو بعد الجيل بقى بتاع حازم امام حازم امام يمكن كان ابرز واحد في جيله انما غير كده ما حدش جه شيكابالا لاعب موهوب ولكنه لم يحقق نتائج مع نادي الزمالك ابو تريكا ما اقدرش يعني ابو تريكا من افضل اللعيبه اللي لعبت في النادي الاهلي لكن ما حسبوش على انه ابن من ابناء النادي الاهلي لان ابو تريكا قضى ثلاث ارباع حياته ولعب في النادي الاهلي ثلاث مواسم يعني انما قضى ثلاث ارباع حياته في نادي التفسير بتتكلم عن حد يعني زملكاوي اصيل ابتدى وختم مع الزمالك وختم في نادي نادي الزمالك او النادي الاهلي يعني دول كابتن خطيب ده هو ده بدا في الاهلي وختم في الاهلي خلونا هو ابو تريكا لعب كتير في الاهلي 8 مواسم لعب لا ما لا ما يكملش والله ما يكملش طيب ما علينا طبعا يعني نرجع للغنى تاني وميرنا محضر لنا اغنيه ايه يا ميرنا دلوقتي احبابنا يعني احبابنا يعني دي كلمات بيرم التونسي والحان فريد الاطرش الموسيقار العظيم واحنا في سيره الحبايب بنهديكم هذه حبيبي الاغنيه حبيبي ويعني بصراحه يعني استمتعنا انت استمتعتي انا استمتعت جدا 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 واكيد كل محبين كابتن مجدي عبد الغني مبسوطين النهارده وكل مشجعين النادي الاهلي والزمالك برضو بنهديهم الحلقه دي وربنا يخليكم ونتمنى كل سعداء بيكم والله سعدتونا ودايما كده يعني برنامج رائع جدا وكاننا قاعدين في البيت لا اتبسطنا بجد الميزه الميزه في البرنامج في الحقيقه ان احنا يعني برنامج مش يعني زي ما انت شايفه كده انا وعمرو كاننا قاعدين في روسيا معنا كل الكواليس بتاعت العزومات والتفاصيل وكل حاجه والغابات بتاعت روسيا والايوه الموضوع ده ماليش دعوه بيه انا وماليش بنقوله موضوع الخشب ده كابتن مجدي عبد الغني الف شكر ليك انك جيت لنا ومريم الف شكر يا مريم كل سنه وانتم طيبين وبكده لو عايزه حاجه في الفلسفه لا هنكمل حوارنا في الفلسفه ومع اخر حاجه في برنامجنا احبابنا يا عيني مع ميرا رحنا وراحوا عنا لحد من نتر
وشي وانا وراكي على طول. في كل يوم يزيد شوقي اليهم، روح يا نسيم بالله يسلم عليهم. في كل يوم يزيد شوقي اليهم، روح يا نسيم بالله يسلم عليهم. مرة والفرجة سمر، نفسي أشوفه مرة والفرجة سمر. عيني يا عيني، عيني يا عيني، عيني يا عيني، عيني يا عيني. أحبابنا يا عيني ما هم معاك، أحبابنا يا عيني راحوا عنا لحد منا تهنى، رحنا وراحوا عنا لحد منا تهنى. عيني يا عيني، عيني يا عيني، عيني يا عيني، عيني يا عيني. الله الله الله.